اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج تعلم الشطرنج. في المره اللي فاتت اتكلمنا عن الدبل اتاك بالكوين وازاي نعمل دبل اتاك على قطعه مش محميه بالكوين. لازم طبعا نعملها على قطعه مش محميه عشان الكوين قيمته كبيره زي ما اتعلمنا قبل كده، ونعمل كمان اتاك على مربع مهم كنا بنسميه التارجت سكوير. والنهارده هنتعلم تاكتيك جديد من التاكتيكس اللي موجوده في الشطرنج، وهو تاكتيك البين، وهنعرف ازاي نقدر نهدد قطعه ونخليها مش قادره تتحرك، لان هي لو قدرت تتحرك هيخسر ماتيريال اكبر او هيبقى فيه مشكله اكبر. خلونا نبدا اول فقره من فقرات برنامجنا وهي حصه الشطرنج. احنا دلوقتي في حصه الشطرنج اللي هنتكلم فيها النهارده عن البن او تثبيت القطعه، بس خلونا قبل ما نبدا نرحب باصدقائنا. ازيك يا يحيى؟ ازيك. جاهز للتمرين بتاع النهارده؟ اه. وناتالي برضو معانا، ازيك يا ناتالي؟ الحمد لله. فاكره يا ناتالي كل حاجه اتعلمناها قبل كده؟ اه. تمام. دلوقتي نقدر نبدا حصه الشطرنج. هنبدا عن البن، بس نعمل مراجعه بسيطه او تذكير بسيط بالتكتيك اللي خدناها قبل كده اللي هو كان الدبل اتاك. نراجع فيه بعض المعلومات المهمه زي اماكن الدبل اتاك، ان انا هنا ممكن اعمل دبل اتاك بالكوين من هنا على الكينج وعلى الروك، وممكن اعمل بيها من هنا. طبعا بنختار المربع اللي يكون القطعتين ما يقدروش يدافعوا عن بعض، او القطعه الثالثه اللي موجوده اللي هي الكوين ما يجيش يدافع عن الاثنين في نفس الوقت. يعني لو لعبت الكوين بتاعي من الدي 5 يقدر يجي بالكوين بتاعه في الاف 7 يقفل الطريق على الوزير بتاعي ما يكشش الملك ويحمي الروك في نفس الوقت. فالصح هنا طبعا ايه؟ هاجي من هنا، الوزير مش هيقدر يتدخل، حتى لو جه هنا مش هيبقى بيحمي الروك، واقدر ساعتها اكسب الروك. ده كان تذكير سريع كده بالتكتيك اللي قبل كده. طب دلوقتي هنتعلم ايه؟ حاجه اسمها البن. طبعا التكتيك اللي فات اللي هو الدبل اتاك كنا بنعمل اتاك على قطعتين في نفس الوقت بالكوين عشان نقدر نكسب واحده منهم. التكتيكس بتاع المره دي او التكتيك المره دي اللي هنتعلمه اللي هو البن، او بالعربي ربط القطع. الشكل الطبيعي بتاعه اللي هو الروك، زي الروك هنا مثلا بتبقى عامله بن للبيشوب. البن ده يعني ايه؟ يعني البيشوب اللي هنا مش هيقدر يتحرك بسبب ان وراه قطعه مهمه من الفريق بتاعه، فلازم يفضل واقف يدافع عنها. طبعا البن بيبقى من طريقتين، يا اما في قطعه وراها قطعه زميلتها مهمه زي الملك، بيبقى هنا البن البيشوب ممنوع يمشي نهائيا، لان ما ينفعش يمشي، هتبقى الليجال موف، لان الملك هيبقى تحت التهديد واحنا ما ينفعش نسيب الملك بتاعنا تحت التهديد. يا اما الشكل الثاني يكون في قطعه ثانيه كبيره ورا البيشوب، ساعتها البيشوب بيقدر يمشي او الفيل بيقدر يتحرك، بس النتيجه ان هو هيخسر القطعه اللي وراه. وهنتعلم دلوقتي أهمية البن زي ما هنشوف واحدة واحدة مع حضرتك. ده الشكل اللي قلنا عليه، شكل البن. طبعا لو البن اتعمل بطريقة صحيحة أو بطريقة ناجحة، وإن أنا قدرت أربط القطعة أو أعمل لها تثبيت على ويكون وراها ملك مثلا زي الموقف اللي قدامنا، هقدر أكسبها. يبقى ده كده الاختلاف هنا البسيط إيه عن الدبل أتاك؟ إن أنا هنا بعمل أتاك على قطعة واحدة بس، مش على قطعتين في نفس الوقت. بس في أوقات إن الفيل ممكن يكون بيتحمي، يكون في قطعه من قطع الاسود ممكن تحميه. يبقى كده انا فعلا عملت بن، البن موجود حقيقي فعلا، بس الروك القيمه بتاعتها اكبر من البيشوب، فانا مش هقدر اكل البيشوب لان هو دلوقتي محمي بالبون، فبالتالي مش هيبقى التكتيك ناجح. طيب ازاي نشوف بعد كده ندور على التكتيكس او البن اللي نعمله؟ ان احنا نكون بنعمل بن على قطعه تكون صعبه تتحمي. طالما انا هعمل بن بالقطعه بتاعتي على قطعة تانية لازم تكون صعبة يتحمي، أو لو هي هتتحمي ممكن يكون بعمل عليها بقطعة أقل منها في القيمة أو في البوينت زي ما هنشوف دلوقتي. كل دي الأول تعريفات بأن القطعة اللي أنا هعمل عليها بن يكون صعب إنها تتحمي. مثلا زي هنا الفيل عامل بن على الحصان وصعب إن هو يتحمي، إن الملك مش هيقدر يجي هنا يحميه لأن العسكري بيهدد المربع ده، وهنا برضو الوزير عامل بن على العسكري ده، الملك صعب ان هو يتدخل ويحميه لان الملك ما بيمشيش طبعا كل الخطوات دي، بيمشي خطوه واحده، هكون انا برضو لسه العسكري ده مش محمي وهاكله. طب في حاجه مهمه لازم نقولها طبعا في البدايه، ان ايه القطع اللي بتعمل بن اصلا؟ القطع اللي ممكن تعمل بن او تعمل اللي هو تثبيت القطع الثانيه، القطع اللي بتمشي في اللونج رينج اللي هي بتمشي في خطوط مستقيمه مثلا. زي الوزير بيقدر يمشي في الرانك او الفايل، يبقى يعمل بن في الرانك او الفايل او الدياجونال برضو، لان الوزير بيقدر يمشي في الدياجونال. والروك نفس الكلام بتمشي في الفايل والرانك، يبقى تعمل بن في الطرق اللي هي بتمشي بيها. والبيشوب بيمشي برضو في الدياجونال، يقدر يعمل بن عن طريق الدياجونال. طيب نشوف بعد كده ده
القطعة اللي كنا بنقول عليها ممكن تكون محمية ونعمل عليها بن، بس الشرط الوحيد ان انا اعمل على بن على قطعة اكبر من القطعة اللي انا بهدد بيها. يعني هنا الروك قيمتها مثلا 5 زي ما احنا عارفين، هتعمل بن على الكوين اللي قيمته 9، والكوين محمي بالكينج، ومع ذلك هكسب ماتيريال برضه لان البيشوب بتاعي هيبقى حامي المربع اللي هينزل فيه الروك يعمل بن كده. يبقى انا لعبت التكتيك بتاع البن، كسبت فعلا ماتيريال من الاقساط. كل دايما كل مره لما بنتعلم فيها تكتيك جديد بيبقى هدفنا منه ان احنا نكسب ماتيريال اكتر من اللي قدام. نفس الكلام في الصوره الثانيه، الفيل هيجي في المربع ده يعمل بن على الكوين ومحمي بالعسكري. حتى الكوين طبعا عشان هو اقوى قطعه بيقدر ياكل اي قطعه في اي طريق قدامه، فلو قطعتي محميه حتى لو الكوين اكلها انا هرجع اكل الكوين تاني، لو الكوين اكل البيشوب انا هرجع اكل الكوين تاني بالعسكري واكسب ماتيريال. او لو فضل واقف انا اللي هاكله النقله اللي جايه، لو لعب اي حاجه من غير ان هو ياكلني، لعب مثلا الملك انا هاكل منه الكوين وهكسب برده ماتيريال حتى لو رجع ياكل الفيل تاني. طيب. ده الجزء التاني من البن اللي احنا قلنا ان تعريفه ان انا قطعتين بيبقوا واقفين على نفس الخط وقطعتي واقفه بتهدد الخط ده كله او الطريق ده كله. زي مثلا الموقف اللي على يميني ده، ده نعتبر طبعا زي ما بنفكر حضراتكم ان ده كل موقف فيه خط اسود كده في النص، ده بيبقى موقف لوحده وده صوره لوحدها. فهنا في خطين واقفين على نفس، قطعتين واقفين على نفس الخط او نفس الطريق اللي هو الدياجونال. هنا المره دي بقى مفيش ملك، بس البن هتبقى عباره عن ايه؟ ان الحصان معمول له بن لان القطعه اللي وراه قطعه اكبر منه في القيمه، ولو مشي بالحصان هيبقى الفيل مهدد الروك وهيقدر يكسبه. دي الحاله اللي كنا بنقول عليها ان القطعه معمول لها بن بالتعريف اللي احنا قلناه، بس تقدر تمشي وبنقله قانونيه عادي، بس هيخسر ماتيريال اكتر. نفس الكلام في الموقف ده، ادي البن عامله الروك عامله بن على الحصان عن طريق الفايل عشان الروك بتمشي في الفايل، والحصان يقدر يتحرك بس هيخسر الوزير اللي وراه طبعا، وقيمته كبيره الوزير اللي احنا طبعا بنحب نحافظ عليه دايما عشان هو اقوى قطعه عندنا، فمش هنمشي بالحصان وهيبقى فعلا ده كده بن. حتى لو مشي يبقى دي طبعا نقله كويسه واحنا هنقدر نكسب بيها ماتيريال عن طريق الربط او التثبيت زي ما بنقول. طيب في الموقف اللي قدامنا ده هنتعلم دلوقتي وهنسال فيه ابطالنا سؤال عشان نشوفهم قدروا يستوعبوا ويفهموا الكلام اللي حصل. الموقف اللي قدامنا ده تدريب عملي، اول تدريب عملي على البن او على تثبيت القطع. ازاي بنقدر نعملها بطريقه صحيحه عشان نكسب ماتيريال؟ واول ما نلاقي ان القطعه اللي هنعمل بيها البن قطعه كبيره، يبقى لازم القطعه اللي هتعمل لها البن او اللي هتتثبت يكون صعب تتحمي، او امنع او اقفل الطريق على القطعه اللي هتحميها. زي ما هنشوف عملي دلوقتي في الموقف ده. نيجي اول سؤال مع يحيى. دلوقتي يا يحيى انت معاك الكوين الوزير الابيض، عايزينه يعمل بن. طبعا بندور اول حاجه على القطعتين المهمين، طبعا بندور على القطعه الاهم الاول او الكبيره في القيمه بتاعتها، اللي واقفين على نفس الطريق مع بعض سواء كان فايل او رانك او دياجونال. تقدر تقول لي انا هعمل بن على ايه في الموقف ده؟ الروك. برافو، الروك. طيب ايه الحاجه الثانيه المهمه اللي واقفه مع الروك على نفس الطريق بتاعها؟ الحصان. الحصان، بس مين اكبر، الروك ولا الحصان؟ الروك. طيب لو انت جيت عملت كده عايز تعمل بن من هنا مثلا؟ ما لو انت عملت بن، انت تعريفك دلوقتي ان انت عايز تعمل بن على الروك والحصان، وده طبعا مش بن لان احنا عرفنا من شويه ان يكون القطعه اللي انا هبقى رابطها او عامل لها تثبيت يكون وراها قطعه مهمه. طب تقدر تقول لي في قطعه ثانيه واقفه مع الروك وتكون اهميتها اعلى من الروك؟ ملك. برافو عليك، كده صح. بدا يحيى يفكر في الاتجاه الصح اللي هو بيعمل، عايز يعمل ربط او تثبيت للروك مع الكينج. طيب هنبدا نفكر دلوقتي سوا ايه المربع الصح اللي يعمل فيه كده. كوين سي 4. برافو عليك. طيب فعلا ده الحل الوحيد، بس قبل كده ناخد خطوه بس بسيطه تانية اللي احنا نطلع الاحتمالات اللي ممكن نعمل منها البن ونبدا نشوف مين فيها احسن احتمال، لان هنا الوزير قلنا ان قيمته كبيره فلازم اعمل بن على القطعه اللي اقل منه تكون صعب تتحمي او مش محميه. هي فعلا مش محميه دلوقتي، وطبعا صعب تتحمي لان لازم امنع القطعه اللي هتيجي تحميها. في الموقف ده الفيل مش هيقدر يحميه لان الفيل بيمشي على الدياجونال الاسود، الحصان هو الوحيد اللي ممكن يجي يحميه من السي 7. فيحيى قال لنا هجيب الوزير في السي 4، هي دي النقله الوحيده اللي صح، لان لو لعبت بعد كده كوين في البي 3 او الاي 2 هيبقى مش صح، اللي هيطلع بالحصان يحميه ومش هقدر اكسب زي ما موضح قدامنا دلوقتي بالاسهم. السهم الاخضر هو الوحيد اللي صح لان هيمنع الحصان يجي هنا، ولو الحصان جه هقدر اكسب ماتيريال، يبقى التكتيك كده ناجح.
طبعا لو جه هنا الحصان هيطلع يحمي الروك ومش هقدر اكسب اي ماتيريال. طب نيجي لسؤال بسيط لناتالي. ناتالي لو قدرت دلوقتي معاك الوزير تقدري تعملي لي بن في نقله واحده؟ كوين جي 1. برافو عليكي. طبعا هو سؤال سهل وبسيط بس طبعا عشان نتمرن على كل المواقف الصعبه والسهله في نفس الوقت. يبقى كوين جي 1 عملت بن على الحصان وفي نفس الوقت الحصان مش محمي وصعب يتحمي. وبكده يبقى وصلنا لنهايه فقرتنا وهي فقره حصه الشطرنج. يلا بينا نروح على فقره جربها بنفسك اللي ابطالنا بيطبقوا فيها اللي اتعلموه النهارده بشكل عملي. ودلوقتي ميعادنا مع جربها بنفسك اللي هنتدرب فيها بشكل عملي على البين اللي احنا اتكلمنا عنه في حصه الشطرنج، وشفنا كويس ازاي نقدر نعمله وازاي نقدر ننفذه وازاي مفيد لينا ان احنا نقدر نكسب ماتيريال. وهنبدا باول حاجه نروح ليحيى نتكلم معاه في اول موقف، الموقف اللي قدامنا. يحيى دلوقتي احنا بنلعب بالابيض، دلوقتي الكينج والروك واقفين في نفس الايه؟ الدياجونال. تمام، ايه القطعه اللي بتقدر تعمل بين من الدياجونال؟ الفيل. الفيل او البيشوب. البيشوب يقدر يروح فين يعمل بين؟ برافو عليك. دلوقتي البيشوب بتاعنا مهدد الروك، والروك ما تقدرش تتحرك لان حركتها هنا هتبقى الليجل موف. برافو عليك يا يحيى. طبعا احنا اما عملنا بين للروك على الكينج حركه الروك بقت ممنوعه لان دي الليجل موف. وبرده زي ما احنا شفنا في الشرح النظري ان ممكن يكون للقطعه اللي ورا الروك ديت ممكن تبقى قطعه اكبر قيمه زي الكوين مثلا، برضو الروك مش هتقدر تتحرك، هي ساعتها هتبقى حركتها قانونيه، لكن الروك لو اتحركت هنخسر القطعه الاكبر قيمه اللي هي ممكن تكون كوين مثلا، فطبعا ده برضو بيخسرنا ماتيريال. نشوف الموقف اللي مع ناتالي. دلوقتي برضو احنا هنلعب بالبلاك في الشكل دوت، فدلوقتي ازاي نقدر نعمل بين بالبلاك؟ تمام، الروك دلوقتي عامله بين لايه يا ناتالي؟ للبيشوب. ليه البيشوب ما يقدرش يتحرك؟ عشان الملك على نفس الرانك. على نفس الرانك، برضه هنا بين على الرانك، القطعه اللي بتعمل بين على الرانك هي الروك، فهنا الروك مهدده البيشوب وفي نفس الوقت ما يقدرش يتحرك بسبب الكينج موجود في نفس الرانك اللي موجود فيه البيشوب، فطبعا لو البيشوب اتحرك هتبقى الليجل موف، وفي نفس الوقت النايت اللي قطعه اللي معانا في البورد هل تقدر تحمي البيشوب؟ لا ما تقدرش. بالظبط ده اللي احنا لازم نكون فاهمينه، ان القطعه اللي احنا بنعمل لها بين لازم نكون مفيش اي قطعه تانية تقدر تحميها عشان البين يكون مفيد، والا هو هيكون بين فعلا لكن بين مش مفيد. انا عامل بين لقطعه وقطعه بروتكتد فمش هقدر اكسب ماتيريال. احنا ممكن نكون نستخدم البين على القطعه المحميه باشكال تانية هنتعلمها بعد كده، بس احنا بنتكلم دلوقتي على البين اللي ممكن يكسبنا ماتيريال وازاي نقدر نستفيد منه عشان نقدر نكسب ماتيريال ونستفيد بمكسب الماتيريال ده. طبعا بيأهلنا ان احنا نقدر نكسب الدور. طبعا هنكرر تاني ان البين ممكن يكون على الملك وممكن يكون على قطعة اكبر اهمية. لو القطعة الموجودة ورا القطعة اللي احنا مهددينها اكبر اهمية، قطعتنا اللي احنا مهددينها مش تقدر تتحرك لان احنا هنكسب ماتيريال لو القطعة دي اتحركت. ودلوقتي نروح نشوف حاجة جديدة من افكار البين برضو مع يحيى. من اهم الحاجات اللي ممكن نقدر نكسب بيها ماتيريال في البين هو بين على الكوين او على اهم قطعه مفيده جدا عند الجيش اللي قصادنا اللي هي الكوين. الكوين دايما ممكن قطعه تبقى قويه ونقدر نستفيد بيها ونكسبها عن طريق ان احنا نقدر نعمل بين زي الموقف اللي انا بعمله دوت دلوقتي. دلوقتي الابيض يقدر يلعب، ايه النقله اللي احنا نقدر نكسب بيها ماتيريال يا يحيى؟ بيشوب سي 3. بيشوب سي 3 دلوقتي احنا مهددين ايه؟ الكوين. وبرده ليه الكوين ما تقدرش تتحرك؟ عشان هي بين للملك. بين للملك بالظبط. فهنا البيشوب مهدد الكوين، الكوين واقف وراه الكينج، لو الكوين اتحركت الكينج هيبقى متهدد، فدي طبعا الليجل موف. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الليجل موف او النقله الغير قانونيه دي حاجه ممكن لو عملناها مرتين خلال مباراه الشطرنج بنخسر الدور،
فاحنا بنستغل القاعده ديت ونقدر نهدد بالقطعه الصغيره بتاعتنا القطعه الكبيره زي الموقف اللي احنا شايفينه مع يحيى ونعمل لها بين ونقدر نكسب ماتيريال. طبعا ان احنا نكسب الكوين بتاعه الخصم او بتاعه الجيش اللي احنا بنلعب ضده دي طبعا خطوه كبيره بتاهلنا ان احنا نكسب المباراه بالكامل. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقره جربها بنفسك، ونروح مع بعض للفقره اللي بتكون دايما ما بين يحيى وناتالي، التحدي. اهلا بكم في فقره التحدي اللي دايما بتكون نتيجتها مش متوقعه، وبنشوف فيها مين اللي بيقدر يكسب ما بين يحيى وناتالي. تحدي المره اللي فاتت انتهى بالتعادل، او احنا انهيناه بالتعادل لان اولادنا نفذوا كل اللي مطلوب منهم ولعبوا النقلات بشكل سليم ومظبوط وصحيح، وبنحاول دايما ان احنا نحاول نخليهم يطبقوا في لعبهم اللي اتعلموه وبيفهموه وبيشوفوه دايما مننا ومن التدريبات اللي بياخدوها. وطبعا التحدي ما بيكون بيكون ما بين فريق كليوباترا وما بين فريق الملوك كابتن مصطفى ويحيى. والتحدي المره دي هيكون هنزود فيه المعلومات شويه، يعني هيطبقوا فيه بعض المعلومات اللي خدوها الجديده، زي النهارده زي ما حضراتكم شفتوا اتعلموا ازاي يعملوا بن بطريقه صحيحه وازاي يستفادوا من البن ده في مكسب الماتيريال. يبقى بالتالي هنشوف دلوقتي افكار مختلفه من ابطالنا ازاي يعملوا التاكتكس بتاع البن او التاكتيك بتاع البن وازاي يحاولوا يستفادوا منه اقصى استفاده. ودلوقتي يلا نبدا بينا الماتش اللي هيكون ما بين يحيى بالابيض وناتالي بالاسود، اتفضلوا. شغلوا الساعة طبعا زي عشان نبدأ التايم يتعد يعد عليهم. طبعا هنعيد تاني فايدة الساعة وليه بتستخدم أثناء لعب الشطرنج. الشطرنج لعبة معقدة نوعا ما أو فيها تفاصيل كتير، فدايما بيكون المباراة لازم يكون ليها وقت بيقيسها. في المسابقات الرسمية لازم يكون كل واحد مع وقت بيقيس بيه الوقت بتاعه، طبعا اللي وقته بيخلص بيخسر المباراة. دي فايدة وجود الساعة في لعبة الشطرنج. ابطالنا بدأوا المباراة بيطلعوا القطع بتاعتهم وبيحاولوا يطبقوا الحاجات اللي اتعلموها، ان يخلوا القطع بتاعتهم اكتف، لان هي بتبقى اكتف دايما لما تكون ناحية السنتر، يكون عدد الحركات بتاعتها اللي تقدر تروحها كتير وبتبقى ليها فايدة اكتر بكتير. طبعا كتير مننا بيشوف انه ممكن او اللي بيسمعوا عن الشطرنج او اللي ما بيعرفوش بشكل احترافي يكون بيسمع ان هو في نقلات بتفوز بسرعه او حاجات ممكن نعملها نكسب بطريقه سريعه، لكن احنا الحقيقه ما بندربش اولادنا على الطريقه دي، بندربهم على الطريقه السليمه والاحترافيه للعب الشطرنج. وفي الحلقات الجايه هنعرف مع بعض اكتر ده ليه بنعمله وايه السبب بالتفصيل. طبعا ناتالي فعلا طبقت الموضوع بتاع النهارده اللي هي عملت بن على الحصان بتاع يحيى. هتحاول تستفاد بقى من البن ده، لان البن ده دلوقتي مش زي ما اتعلمناه في التكتيك، لان هنا الحصان محمي بس هي بتبدا تعمل البن عشان تحاول تستفيد منه بعد كده. طبعا دلوقتي بون تكس بون، نقله كويسه، لان هي لو ناتالي عملت ريكابشر للبون عشان تسترد الماتيريال في البون بتاعها ممكن يحيى يعمل تبادل او تريد للكوينز وهيحرك الملك بتاع ناتالي، وما دام الملك اتحرك زي ما احنا عرفنا في القواعد قبل كده فقد او فقد حقه في التبييت، ما بقاش قادر يعمل كاسلينج، فالملك هيفضل في السنتر، فدي ادفانتج او ميزه للابيض. طبعا دي نقله فيها لوزنج الماتيريال، بس ابطالنا واحده واحده هيبداوا يتعلموا بشكل عملي ايه النقلات الافضل، لان يعني كان المفروض تحاول تستغل البن زي ما قلت لحضراتكم اللي هي تاكل فيه الفحصان عشان تبعد الوزير عن المكان اللي ممكن ياكل فيه الوزير بتاعها، وبرده ما تخسرش ماتيريال لانها ترجع تاكل بعد كده العسكري. بس طبعا مع الوقت ابطالنا هيتعلموا الكلام ده بشكل احسن وشكل احترافي اكتر مع بعد كده مع المعلومات الجديده اللي هياخدوها. طبعا هنا عندها طريقتين تعمل ريكابشر للبون، ريكابشر بالبيشوب وريكابشر بالبون اللي في السي 7، هي بتفكر وبتحاول تختار الطريقه الانسب ان هي تعمل بيها ريكابشر. طبعا احنا دايما بنذكركم وبنقول ان اثناء مباراه الشطرنج ممنوع تماما المساعدات، ممنوع تماما الكلام، لكن الاسباب اللي احنا قلنا بسببها ان احنا بنتكلم
واضحة لحضراتكم أعتقد دلوقتي إن هي تحقيق الإفادة للأولاد ولحضراتكم مش أكتر، لكن طبعاً خلال المسابقات والبطولات ممنوع تماماً إن إحنا نتكلم أو نقول أي تعليمات للأولاد. ممنوع أي صوت أصلاً جنب المتسابقين أو جنب اللاعبين، ممنوع حتى أي صوت يصدر من أي آلة حتى أو أي ساعة. هنعرف كل ده بالتفصيل إن شاء الله لما نتكلم على بطولات الشطرنج. انه حتى في البطولات والمسابقات الرسميه ممنوع حتى استخدام السمارت فونز او اي اجهزه الكترونيه، دي حاجه ممنوع تماما تكون موجوده داخل قاعه اللعب او مكان اللعب بالظبط، عشان يهيئ الجو لابطالنا ان هم يبداوا يفكروا ويطلعوا كل الافكار اللي في دماغهم بطريقه سليمه وبطريقه صحيحه بدون اي شفشره عليهم. وطبعا الدور لسه مطول ومش عارفين لسه نتيجته هتروح على فين، فاحنا برضو هننهي النتيجه النهارده بالتعادل، والتعادل هيكون دايما هو السمه اللي مسيطره على موجود على الماتش النهارده او على المباراه النهارده ما بين يحيى وناتالي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى تكونوا دايما بتستفيدوا معانا، نشوفكم على خير، مع السلامه.